طبعا محاضرتنا اليوم هي عن الكيرل. طبعا نبدا الكيرل، احنا حكينا الجريدينت بتاثر على سكيلر معطينا فيكتور، والدايفيرجنس بتاثر على فيكتور يعطينا سكيلر. لان بدل الدوت لو كان في عندنا كروس، الان هنا كروس عباره عن كروس برودكت، لكن كروس برودكت بين مين؟ بين الجريدينت الفيكتور. الكروس الان مع الجريدينت الاثنين نسميه عباره عن الكيرل، والكيرل طبعا بأثر على الفيكتور بعطينا الان هون الان فيكتور. خلينا نشوف طبعا شو المحصول في الكيرل وكيف نحسبه. لو كان في عندي فيكتور فيلد اف الان هون، هذا الفيكتور فيلد كونت على الاكس والواي والزد، ونحسب ما هو الكيرل للاف. الكيرل للاف كيف تحصل من زي كروس برودكت بين الجريدينت مع الاف، هاي المقصود فيها لك كير للاف، بس هو احيانا ممكن جريدينت كروس مين اف. بس بدل ما نحكي جريدينت كروس اف نختصر بكلمات الان هو الكير، نحسب خلال الديترمنت الاي والجي والكي بالصوف السكند المشتقه اللي هي فاش الكومبوننت الجريدينت يشتق على الاكس وعلى الواي وعلى الزد، والثيرد هو اللي هو عباره عن كومبوننت للاف اف اكس اف واي اف زد. نفك هاي الديترمنت 3 باي 3 بيعطينا هذا هو الفيكتور اللي 3 كومبوننت على الاي والجي والان هون الكي. اذا الكير هذا يبقى كير للاف، هذا هو الجواب الان هون فيكتور. كلمه كير في اللغه تعني التفاف او الان هون التواء الان هون. أحيانا تحكي فيك شخص شعر كيرلي، شلون شعر كيرلي من كيرل أصلا كيرلي، إنه شخص لأن هنا شعره في لأن هون ارتفاع في ارتفاع. ما هو الفيزيكال مينينج؟ المعنى الفيزيائي للكيرل، المعنى الفيزيائي للكيرل بيعطينا روتيشن أوف أبيكس أباوت بوينت. إذا المعنى الفيزيائي للكيرل بيعطيني هل الكمية الفيزيائية اللي حسبتها قابل للتدوير او لان هون او لا. اذا الكيرل هو لاي فيكتور فيلد بيقيس لي مقدار هذا الفيكتور فيلد تصوير العوام مع الروتيشن حول نقطه لان هون لان معين. كيف ممكن نفهم هذا الشيء من خلال مثال فيزي؟ لو كان في عندنا جسم صلب يدور في روتيشن حول فرض محور معين، لان زي ما نعرف السرعه الخطيه عند اي لحظه هون بتتغير اتجاهها متغير. لو نحسب ما هو كير للينير فيلوسيتي في، راح يعطيني 2 في اوميجا. ما هي اوميجا؟ هي عباره عن انجلر فيلوسيتي. الانجلر في العلاقه مع مين؟ مع الروتيشن موشن. بالتالي لاحظ كير للفي تساوي 2 اوميجا، فالكير للفي اعطاني شيء علاقه مع مين؟ مع الروتيشنال موشن. هذا المعنى الكيرل هو يعني الان بالنسبه لنا هو بيعبر لي هل السرعه قابله للتدوير او لا. لاحظ السرعه هون بتدور سرعه خطيه، كل نقطه تتغير لان هو هي في حاله دوران، اذا في مسار لان هون الان فعل. لان اذا كان كيرل للفيكتور فيلد يساوي زيرو، اف راح نطلق عليه كلمه روتيشنال. لان إذا كان كير لـ F يساوي 0 F نطلق عليه is rotational. خلينا نشوف ما هو كير للـ vector field عندنا R. ما هو كير للـ R؟ الـ R هي الـ position vector. الكير للـ R نرجع للـ definition الآن هنا، أو الصف الأول والصف الثاني ثوابت فقط، ونحط component على الـ X axis على الـ Y axis. Z axis زي ما تعرف الـ R هي component على الـ X axis، هي X على الـ Y axis، Y على Z axis Z. من نحسب راح الجواب يعطيني الان هون الان زيرو. هو طرف مشتقة الان زد بالنسبة لواي صار زيرو، مشتقة واي بالنسبة لزد كمان زيرو، مشتقة زد الان بالنسبة لاكس يساوي زيرو، ومشتقة اكس بالنسبة لزد يساوي زيرو، وكله دائم صفر الان هون جميع الان هون الحدود. وبالتالي قطعة الأولى زيرو، الثانية زيرو يساوي زيرو، مجموعهم يساوي زيرو. هذا يعني انه من حسب الديفينيشن كير للار از روتيشنال. كير ار از
error is a rotation. هنا خطأ، لازم IR KRR لازم يكون عندي rotational. اكتب كلمة error مهم جدا، يكون عندي I هون R rotational. طبعا ليش الان هون عندي rotational؟ طبعا لانه حكينا الكيرل تعني هل الكميه الفيزيائيه عندي هل تتحكم مستقيم او في حاله التفاف. زي ما شفنا الان هون انه الR هو خط مستقيم، اذا دائما ستيت لاين، كون ستيت لاين اذا كيرل اللي لازم يساوي زيرو. كيرل يعبر عن هل الكميه الفيزيائيه مستقيم بتتحرك بشكل مستقيم، بتتغير بشكل مستقيم او في ارتفاع. اذا كونه الار هي البوزيشن فيكتور وهو عباره عن ديسبيسمنت، اذا كيرل لازم يساوي زيرو، وبالتالي ار از روتيشنال. لو كملنا حسبنا ما هو كمان كيرل الفيكتور ار على الار تكعيب، كيرل الفيكتور ار على الار تكعيب، وطبعا لو نحسب ما هي ار على الار، ما هي كومبوننت للار على الار تكعيب، هي اكس ار يقول كي على الار تكيب او طبعا تكيب. هذا المختار هو ماجنيفيد او سكيلر. اذا الكومبوننت نفس الشيء، بكون عندي الفيكتور الاول الصف الاول بالثاني عباره عن ثوابت، فقط الصف الثالث بكون معطيني اكس على الار تكيب، 1 واي على الار تكيب، زد على الار تكيب، لكن الار تكيب اصلا فيه اكس واي زي ما بتعرفوا مبين هون. من فكي تساوي 3 باي 3 معطيني في كومبوننت. بعدين هنا في عندي بشتق ار تكعيب، واحد ار تكعيب نسبه لواي، نسبه لزد، وكمان نسبه لمين لاكس. لو حسبنا الاس اكس بعطيه ناقص 3 بالنسبه لواي، بعطيه ناقص 3 على واي قوه 5، في عندي تماثل. وبالتالي المشتق بالنسبه لاكس كمان معطيني ناقص 3 اكس على قوه 5، ومشتق بالنسبة لزيت الأر قوة ناقص 3 ناقص 3 زيت الأر قوة 5. لو جيت عوضت الآن هنا أي قيم حسبناهم هما، راح ألاقي كلهم يساوي أصفار، وبالتالي كمان الأر الفيكتور على أر تكعيب إز روتيشنال. في فيزيك التطبيق على هذا الأر على الأر تكعيب اللي هو الإلكتريك فيلد والإلكتريك فورس، وكمان في عندنا هنا هي الجرافيتيشنال فورس القانون الجاذب الان universal gravitation law. كلهم مضوا كير لهم يساوي الان هون الان زيرو، لانه كلهم بتناسب مع ار الار الان هون الان تكيب. اذا اي والاف شو بنستنتج؟ ار روتيشن. بس لكن لو اخذنا الماجنتيك فيلد، الماجنتيك فيلد كير بي دائما لا يساوي زيرو، ليش لا يساوي زيرو؟ لان تعرف الماجنتيك فيلد دائما يصير ليس في خطوط مستقيمه، لكن منحنى، بنتقل من القطب الموجب للقطب السالب. المجال المغناطيسي هي خطوط المجال المغناطيسي، فخطوط المجال المغناطيسي ليست ثابته لكن هي عباره عن منحنى، تصير في مسار منحنى. اذا في زي كانوا في عندي روتيشن تدوير، فبالتالي كانوا عندي في روتيشن يعني كيرل بي دائما لا يساوي لان هون زيرو. في هذا المثال عندك الكيرل للايكوس بي يعطيها العلاقة، بس مجرد معلومة لكم، مش مطالب لا في حفظها ولا في دقتها. هاي المثالين كمان انه لو كان عندك اف تعطى بهذه الصيغة لها اوجد الكيرل لهذا الجواب. هاي اف الان لو اعطاك الفانكشن اصير كيرل بعطيك هذا الشيء. الان هون هاي معك حاول اثبت هاي العلاقات. هاي عندي السكيلر فيد وبساي سكيلر فيد. لو طلب منك احسب ما هو gradient كيرل لجريدينت فاي كروس جريدينت ساي. طبعا كيف بدي احسبهم؟ اول شيء بحسب جريدينت ساي، بعدين جريدينت فاي، بحسب كروس برودكت والناتج محسوب له الان هون الان الكيرل. طبعا الان من الفيزيائية كتطبيق او على الكيرل، الان اذا ما عندي فيزياء حكينا الكيرل هو مقدار هل الجسم قابل للتدوير او لا، او هل الكمية الفيزيائية لم تتغير بشكل خط مستقيم او بشكل الان هون الان منحنى. ننتقل لمسمى ستوكسيوم. ستوكسيوم هي
تشبه كثير جدا قاف زي بيرجيوسية. كان قاف زي بيرجيوسية بتحول للتكامل على كلوز سيرفس إلى تكامل على فوليوم من خلال الآن هون الآن الداتا إجاز. الآن سكسيوم كمان بتحول لي التكامل على أي كلوز باث إلى سيرفس من خلال مين الآن هون الآن الكيرف. إذا قاف زي بيرجيوسية بتحول للسيرفس انتيجل فوليوم انتيجل خلال دايفيرجنس، لأن السكسيوم بتحول لي التكامل على أي كلوز باث إلى سيرفس الآن من خلال الكيرل. وطبعا هنا نحكي عن open surface وليس close surface path وان close surface. أي close surface يحتوي على حجم، أي close path يحوي داخله لأن هون الآن وسعها. فلو كان عندنا close surface سي التكامل على F على هذا المسار اللي هو tangential الآن هنا integration هو نفسه الكيرل التكامل على الكيرل الان اللي المساحه كامل على المساحه. طبعا بس الشرط لازم يكون في عندي closed curve closed curve سي او closed path او closed contour هو اسهل اللي موجود داخل الكلوز لان هون الان path. هذا شو كان مثال على structure. لو كان عندي على علاقه two components طلب مني ما كيرل الاف حسب القانون كيرف وحسب الديتيرمنت وحسب الكومبوننت بفك الديتيرمنت واعطيه ناقص اكس في كي هات. لو طلع مني ما هو الكيرل الاف دوت دي اي الان هون الكيرل طبعا الكيرل حسبناه ما هي دي اي لان دي اي هي عباره عن اكتانجل مستطيل محاط بواسطه الخطوط اكس او زيرو اكس او في واي تساوي زيرو واي تساوي زيرو. هذا هو عباره عن الان هون ال الان هنا ولاحظ الاكستانجل واقع في الاكس واي بلين. بتحسب اي دي اي دي اي لهذا الاكستانجل هي عباره عن دي اكس في دي واي هاي دي اي وين تجاهه. انا لاحظ في عندي اسهم هون الاسهم هاي ثاني انا بتحرك عكس اقارب الساعه كوني بتحرك عكس اقارب الساعه وين السيرفس واقع في الاكس واي. اذا يكون عندي زائد او ناقص كي الاتجاه لان هون دي اي لكن كوني بتحرك عكس اقارب الساعة كوني بلس الان هون الان كي. اذا الكيرل الافية ناقص اكس في كي هات البي اي كي هات دي اكس دي واي الكي هات دي اكس كي هات بعطينا واحد بعطينا ناقص اكس في دي اكس دي. لكن هون في عندي اكس وعندي دي اكس دي واي كوني بتكامل على المستطيل او كاملت على مربع الان بقدر افصل اكس عن واي. لكن لو كان مثلث ما بقدر افصل تكاملات اكس لحال واي لحال. اذا اذا كانت على مربع او مستطيل بقدر افصل تكامل اكس لحال واي لحال فكامل هنا. هذا هو الجواب. المطلوب الثالث اوجد ما اف دوت دي ار ارام ذا ريكتانجل اوف بارت اي. ما هو تكامل اوف دوت دي ار على اخر كان انا بحاول اثبت جاوب زي فيرج ستوكستيوم حاول بعمل فيريفيكيشن لها واثبات لها. الان تكامل اف دوت دي ار الان مسار مغلق عباره عن مستطيل اذا بقسمه الى اربع بقسمه الى اربع تكاملات كامل على الخط الاول الخط الثاني الخط الثالث على الخط الرابع او اربع مسارات. التكاملات على الاربع مسارات تعلمنا كيف نحسبهم انا مش كانوا يعني فقط هاي كيف احسب كل واحد منهم بعطيني ناقص ثلث سي تكيف. بتلاحظ التكامل على السيرفس انتجرال اعطاني ناقص ثلث سي بي تكيف وتكامل على اللاين انتجرال اللي يحوي هذا السيرفس انتجرال نفس الشيء. اذا هذا كاني 2 و3 كاني انا عملت فيريفيكيشن او اثبتت ستوكس لان هون الان سيارة. الآن المثال الآخر الآن موجود في كتاب السؤال بيحكي أثبت إنه تكامل close contour أو close path أو close line out of the area دائما يساوي zero where for any close C لأي close C. أنا close C ممكن ما حدد لي كيف شكل هندسي ممكن أربعة وثلاث مستطيل بشكل آخر بس أو بشكل غير منتظم ما في مشكلة. لان بس كونه هنا ما حدد لي طبيعته فبالتالي زي ما شفنا في جاوب سيرفيس بحاول استخدم سكسيوم.
كلاسيك سي بحول من كلوز باث الى سيرفيس، لان الار الكلوز باث استخدم سيرفيسين او دوت دي ار كيرل الار دوت دي، لكن كيرل الار ناف كان يساوي زيرو، اذا يساوي زيرو دوت دي يساوي زيرو، اذا اثبتنا انه هذا الان يساوي زيرو. طبعا في زين بعطينا هو المساحه، المساحه طبعا لما ببدا على كلوز باث دائما تساوي زيرو. المثال الاخر لو اعطاك f الى 2 كومبوننت، احسب هاي على i وال j، احسب ما هو كيرل ال f الان هنا راح يعطينا k هاف، اثبت نفسه يساوي k هاف. المطلوب الثاني اوجد f دوت b r حيث c is the circumference of the circle x تربيع زائد y تربيع زائد y تربيع. اذا احسب قيمه هذا اللاين انتجرال على كلوز باث، ما هو الكلوز باث؟ عندي دائره نسقطها ويساوي a واقع في ال x y plane، والسنتر إلها عند الأوريجين عن السيركل. لأن أفضل بي آر على كلوز باث بدأ في نقطة فرضا من هون ويرجع لنفس لهون إلى النقطة. هو طبعا الآن إذا بتلاحظ في أن لما بدي أفك الآن هون أفضل بي آر بعطينا هذا الحد الأول ناقص بعدين دي إكس، هذا زائد إكس دي واي، إذا لا في واي في إكس هون في إكس في واي. إذا بشوف لفات الانتجرال إذا بدك كامل x وفي y لازم أوجد علاقة بينهم، نفس الشيء كامل على y، هل بشوف x ثابتة لما تغير y؟ راح ألاحظ لما على هاي على المحيط طالما علاقة المحيط x و y بتغيروا مع بعض، إذا في علاقة بين x و y، شو العلاقة؟ هاي العلاقة x تربيع زائد y تساوي a تربيع، إذا بكامل على x من ناقص a من ناقص a إلى a، وال كمان من ناقص A إلى A، وكمان ناقص A إلى A، و A من ناقص A إلى A، يعني طبعا هنا تكون عندي أسف من A من واحد منهم ناقص A A، وهذا تكون من A هاي من A إلى ناقص A، يعني A إلى ناقص A اي اي الى هون الى ايه. طبعا انا هذا مش مطالبين في هذا الشيء، انا فقط هاي الطريقه كل حل هذا السؤال، انت لحالك شوف كيف حلهم اذا كنت تكتب سؤال عنهم. الان انا بقدر اكامل هذا باستخدام البولر كوردينيت، لو ضمن اكس او اي كوساين ثيتا و تساوي اي ساين ثيتا، بدل واي عوض هنا اي كوساين ثيتا، بدل اكس عباره عن اي ساين ثيتا، ودي اكس دي ودي اكس دي اكس طبعا هنا شو عباره عن ام اي دي اكس ناقص اي كوس والدي واي ناقص اي، هنا دي اكس اي كوساين ثيتا والدي واي ناقص اي ساين ثيتا، لو تعوض راح يعطينا هذا هو الجواب لان هون النهائي بعد ما اعوض واحسب اعطينا اي سكوير في باي لان على لان هون اثنين. هاي طبعا اسف هنا اي تربيع هنا لازم هنا لازم يكون عندي زائد ساين تربيع ثيتا، اذا هذا كوساين تربيع زائد ساين تربيع ثيتا دي ثيتا، هذا بعطينا واحد اي تربيع دي ثيتا، لان دي ثيتا بعطينا اللي هو باي اثنين زائد باي اثنين بعطينا اي سكوير لان في باي، اللي هو نفس عباره عن لان هون المساحه. انا حشوف المره الثانيه اللي قدام شوي الشابتر البعديه، ما هو الكيرل الاف لان هون الكيرل التكامل اللي بحسب على الكيرل لان هون الاف حسبناه طبعا. المطلوب الثالث احسب السيرفس انتجرال، كيرل الاف عباره عن دي عباره عن كي هات ثابت دي اي، دي اي وين هذا واقع في الاكس واي بلين، اذا بصير يعطينا دي اكس دي واي، ما هو الكي هات وين اتجاه كي هات، وحكينا على الكي هات اي وين على الكي هات، وكيرل اف كي هات كي هات كيرل بيعطينا التكام دي اي دي اي بيساوي لان هون اي يعطينا باي اي سكوير. طلعنا لان هون السيرفس انتجرال سهل جدا بالنسبه لهذا المثال، خطوة واحدة قدرت أوجد السيرفس انتجرال، لكن اللاين انتجرال شكله معقد شوية، فغالبا أحيانا في مسائل هذا الشكل ممكن السيرفس يكون أسهل
أو line integral هون الآن أسهل. نفس الشيء بهذا المثال الآن هون لاحظ إنه كمان surface integral أسهل شوي من سايب line الآن هون الآن integral. إذا استقسم الآن شو أحيانا هنا سهل كثير علي عملية الآن هون الآن الحساب الآن هون التفاعلات خصوصا إذا بنحكي عن الشغل واسطة كلوز باك أو في أي مسألة في زي الآن هون الآن أخرى. آخر شيء اللي محضر اليوم حكينا عنه اللي هو لو كان في عندي قوة وهي القوة is rotational، فأنا إذا كان rotation curl F يساوي 0 من خلال استقسيم الآن هنا تكامل across contour dr يساوي تكامل على surface curl F ضد dr، لكن curl F أصلا يساوي 0 إذا كروز التكامل على كروز باث كان يساوي 0. إذا إذا كان التكامل على كروز باث F ضد dr دائما يساوي 0 متى إذا كان كيرل الأف يساوي 0. إذا بشكل عام تكامل أي قوة بغض النظر لها، لأن هنا إذا كيرل يساوي كيرل إلها يساوي 0 إذا تكامل كروز باث يساوي 0 أو أني كروز باث. إذا لكن ونعرف فيزيائيا F ضد dr هو عبارة عن الويف دان باي ذا فورس F وهذا دائما يساوي 0. إذا وهنعرف كمان إنه إذا كان اللي على اي مسار مغلق لاي قوه يساوي 0 هذا تعني قوه هي عباره عن قوه محافظه. اذا هنا في تعريف على جديد القوه المحافظه، متى القوه بتكون محافظه؟ اذا كان كيرل لها يساوي الى هون الى 0. هذا بالنسبه لمحاضره الان هون الى 0.